وكرة قادم من خسارة برباعية كانت أمام الغرافة، والملك كذلك قادم من خسارة برباعية كانت أمام المرخية، وبالتالي مباراة من أجل استعادة الثقة. المواجهة التي تنطلق في هذه اللحظات بعد ان كان اخر فوز للنواخذة امام السينية بخمس اهداف مقابل لا شيء. سباستيان سوريا يبدا هذا اللقاء، الله، وفي نفس الوقت وفي نفس اللحظة لابد ان تنفذ سباستيان سوريا الواضح امامنا. هذه هي الاعادة، وهذه هي التمريرة، وهذه هي الانطلاقة، وهذا هو التحرك، وهذا هو سباستيان سوريا يستغل فرص كهذه ويعرف كيفية انهاء كرة كهذه في الشباك لتبدا هذه المواجهة مبكرا. نادي قطر في هذه اللحظات بشار رسن لعب الشهر يناير الماضي، الافضل في يناير هو بشار رسن، طبعا احد اعمدة الفريق المهمة، لكن هذا ثاني هدف للدوري. يتقدم دالا، دالا قد يعيد نواخذة، كرة في مكان ممتاز والكرة، الله، كنا ننتظر هذه البداية الرائعة. الخطورة انطلق، شوف الخطوات، شوف التقدم، شوف السرعة، وبعد ذلك النقلة بهذه الطريقة. حالة من التكافؤ من جانب الفريقين. بشار رسن يتقدم، بشار ينطلق من اليمين، بشار يحاول، بشار يرسل كرة لك جديد، نتمنى له كل التوفيق. لدينا خطأ يتسبب في هذه اللحظات، كرة تنقل لصالح نادي قطر وصلت عند بشار رسن. كما ذكرت بشار رسن كان يعني قد حصل على جائزة أفضل لاعب. تمريرة خاطئة من إبراهيم ماجد، بشار رسن الذي يقوم بدور التحرك من حازم في الجهة اليسرى، لكن لم ينجح في أن يسيطر عليها، لم ينجح في التعامل معها بالشكل الصحيح، وبالتالي مرتدة تأتي اليمين نحت بشار رسن. بشار، يا سلام يا سلام على المرور والسقوط في هذه اللقطة، قريبا جدا من هذه اللقطة، وبالتالي يرى بأن يعني شوف الإعادة، هذه هي الإعادة. هل التدخل هنا كان على الكرة؟ فيها كلام، فيها كلام، فيها كلام. هذه اللقطة اللي سقط من خلالها الدولي العراقي بشار رسن، الذي يرى بأن لا وجود لركلة جزاء. بشار رسن اللاعب الدول العراقي المميز أكيد في صفوف نادي قطر، وكذلك مع منتخب العراق. هذه هي الإعادة، تدخل ربما لا تحتسب. إذن السيد سعود العذبة، تقنية الفيديو تؤكد بأن اللقطة اللي شاهدناها وأن سقوط بشار حسن لا يستدعي عودة ولا يستدعي وجود لركلة جزاء. وبطولة الدوري، لذلك البوز يعني فوائده كثيرة في هذه المباراة. نجح في أن ينتصر في ثمان مباريات. سبري طبعا، يوسف سبري واحد من الاسماء التي مثلت الملك والتي كانت متواجده هنا. وسد وقطر والغرافه، كل فريق عنده 19 نقطه. انطلاق الان للملك من الجهه اليمين، محاوله في هذه اللقطه والتسديده، لكن سعود الخاطر ممتاز. بشار رسن سريع، بشار رسن خطير، مر وتقدم ويعني بمجهود فردي سدد، لكن ممتاز سعود الخاطر الذي ينجح في إيقاف هذه المحاولة وهذه الكرة، وبالتالي يعني لا يوجد ذلك الفارق الكبير. هي لذلك مباراة في غاية الأهمية في هذا اللقاء. ركنية للملك القطراوي، ركنية تنفذ، الكرة ما زالت بانون يسدد، لكن البعض منهم حتى ترك كرة القدم، لم يعد يمارس كرة القدم، لكنه ما زال وقد ينجح في أن يعني يسجل، قد ينجح في أن يصل كرة في الجهة اليمين. محاول الآن لإرسال كرة عرضية بتعود مرة أخرى في أقصى الجهة اليمين. كرة ترسل طويلة، تبعد من أمام جيلسون دالا، دائما عند بشار، بشار خطير. بشار اليوم سيقدم واحدة من المباريات التي أعتقد بأنها ستصنع الفارق، وربما تكون سببا في أن تمنع نادي قطر الانتصار من خلال هذه المباراة. الكرة تحولت الآن إلى خطأ يحتسب للملك. هذا هو بشار، تقدم بهذه الطريقة، يبدو بأنه في الفورمة، يبدو بأنه حاضرا في هذا اللقاء على المستوى الذهني وعلى المستوى
المستوى البدني يحتسب لنادي قطر بشار رسن يرسل كرة طويلة عن مدى صعوبة وأهمية هذا اللقاء. الكرة عند بشار، بشار رسن يتقدم أمام لاعبين، بشار يحاول يبحث عن من لكن يفقد السيطرة على الكرة. تدخل قوي وبطاقة، بطاقة ستظهر، نعم بطاقة صفراء تظهر على حازم أحمد، بطاقة صفراء على أثر التدخل بتلك الطريقة على بشار رسم. العذبة يحاول بكل تأكيد أن يضبط الأمور، أن لا تخرج الأمور عن النص، عن السيطرة في هذه المواجهة. سلامات إن شاء الله لبشار رسم، يقوم بالسلامة لنادي قطر أو للوكرة، كان ربما لن تكن كذلك لكن لا وجود للتعادل. ملك في مربع الكبار، لا وجود للتعادل مرة أخرى من خلال خلي هو لوكاس مينديز، وبالتالي المتابعة والغدف الثاني الجميل الذي يسجل بهذه الطريقة. شوف لوكاس مينديز لم ينجح بأن يقوم بدوره على أكمل وجه، وبالتالي الهدف الذي يقوم بدور التغطية من خلال اللقطة الأخيرة تعود سباستيان سوريا. كرة في الجهة اليمين، انطلاقة وتمريرة ولمسة لنتيجة التقدم لصالحة. كرة عن بشار، بشار رسن يحاول، الله على المرور يا بشار، الله على التقدم يا بشار. بشار ينطلق في هذه الكرة، يبحث عن كرة عرضية هي كذلك بعيدة إلى رمية التماس، بتعود من جديد محمودي مررها خطيرة. بشار قد يسدد، بشار يسدد لكن حارس المرمى سعود الخاطر متواجد في المكان المناسب. بشار رسل للأمانة واحد من أفضل اللاعبين في الشوط الأول في هذه المباراة وفي هذه اللحظات. أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا عبر قنوات الكاس أينما كنتم، صافرة سيد سعود العذبة، نجدد التحية ونلتقي مرة أخرى مع انطلاقة شوط المباراة الثاني في مواجهة الوكرة. وقبل لحظات نذكر بأن نادي قطر كان صاحب الأسبقية في النتيجة عن طريق طبعا المهاجم الهداف الكبير سباستيان سوريا لينهي نادي قطر شوط المباراة الأول متقدما بهدفين مقابل هدف. المباراة بدر بنون يرسل كرة نحت بشار رسمه، يفتح الطريق لنفسه، يمر الكرة لبشار، المحاولة ما زالت مستمر لكن الأفضلية العددية للاعبي نادي الوكرة. بشار ما زال يحاول انقل الكرة طويلة أقصى الجهة اليمين، تبري يبعدها، كرة عند بشار رسم، خطأ يحتسب لكن أكيد التبديلات ستكون قادمة في لحظات والدقائق القادمة في هذه المباراة. هذه الإعادة لهذه اللقطة، لقطة بشار رسم، بالتالي دفع بعبد الغني منير، خطا يحتسب للملك. مينديز سيكون اكثر حذرا في تدخلاته مع سباستيان سوريا بحكم طبعا ان عنده بطاقه خلات القويه اللي من الممكن بعد ذلك ان تظهر فيها الحمراء. كندا والسرعه غابت قليلا لكن الفرصه قائمه ومستمره للملك. العوده بشار رسن على تنفيذ الركنيه، بشار رسن ركنيه تنفذ، الكره ما زالت والتصدر في هذه المباراه لكن لدينا الكره التي جار. التمريره قد تاتي لكنه متسللا. الان بشار يعود، كره عن بشار رسن، بشار يتقدم، بشار داخل المنطقة، بشار عرضية جميلة لكن اللمسة الأخيرة لاعب الواضح أمام جاسم الجلابي، وبالتالي هذه هي الكرة العرضية. صامي مرتدة سريعة، لمسة جميلة ومرتدة سريعة، وبشار رسن ينطلق، بشار من هنا يبدأ الخطر، بشار من هنا يبدأ الخطر. التمريرة لكن لوكاس مينديز يسقط على الأرض، سباستيان سوريا يمر الثالث لكن سعود الثالث قد يأتي لكن مرة أخرى يا لها من فرصة. الوكرة كما ذكرت مشاهدينا الكرام موسم ماضي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ونتحدث عن الآلية الجديدة لمشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا. لمسة الأمام جيلسون دالا، الكرة تبعد من جانبي، الدفاع بتعود مرة أخرى، كرة تصل عند بشار، كرة لبشار، بشار رسم
يخرج الكرة إلى خارج أرضية معطرة في بسبب سقوط أحد لاعبي نادي قطر. قطر فيها ثلاث حالات تعادل، يعني ليس ذلك التفوق الكبير في حالة من التكافؤ في ما بينه. مباريات الماضية في الدوري أو في كأس قطر لا تبدو كما كانت عليه في بدايات هذا الموسم. الملك يحاول الآن سباستيان سوريا، يرسل كرة طويلة والكرة سهلة عند كرة جميلة، كرة في وسط الملعب، بحث عن إرسال كرة للأمام، هي كذلك محاولة الآن لصالح نادي قطر، انطلاقة عن طريق بشار رسل كرة فيها خذوهات، لمسة جميلة، بشار رسل يتقدم، بشار محاولة ما زالت قائمة الآن، عمر علي اللي يعود من أجل أن يقوم بدور التغطية كما يجب، وبالتالي الكرة فيها خطأ يحتسب لنادي الوكرة. تعادل النقطة أفضل، أكيد أفضل من خسارة. هذه الكرة المرتدة، بشار رسم، بنون بدر بنون لبشار رسم، كرة الثالث قد تكون، لكن الكرة إلى ركنية. كان بالإمكان طبعا إنهاء المباراة والإطمئنان على فريق يعود، فريق يعدل، لكن الدفاع خلاص أعتقد بأن الأمور انتهت وبأن أو يرفع رصيده إلى 22 نقطة. نعم مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، صادرت نهاية شوط المباراة الثاني واللقاء ككل بانتصار مستحق للملك على حساب أنواخ خالد.